اهلا بحضراتكم من جديد. واستعدادات الاهلي لمباراه الاسماعيلي، خلاص دخلنا في الجد. النهارده الفريق هيتحرك في معسكر مغلق وهيسافر اسكندريه استعدادا طبعا لمواجهه الاسماعيلي غدا على استاد اسكندريه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على ملعب استاد الاسكندريه. اروح مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره اثناء تدريب فريق النادي الاهلي مع الزميل العزيز شريف شعبان عشان نطمئن من خلاله على اخبار الفريق والاستعدادات قبل التحرك الى الاسكندريه بعد المران استعدادا للدخول في معسكر مغلق. مساء الخير يا شريف واهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويا رب باذن الله يكون التوفيق بكره معانا باذن الله ونفوز على فريق كبير او فريق الاسماعيلي في استاد اسكندريه في التاسعه مساء باذن الله. طيب هي مواجهه حاسمه، مواجهه ديربي بالتاكيد الاهلي مع الاسماعيلي، الجهاز الفني بيستعد ازاي للمباراه؟ ابرز اللاعبين المنضمين اللي هيكونوا موجودين في هذه المباراه، ممكن نشوف عدد من لاعبي المنتخب الاولمبي العائدين بعد ما كان الشناوي واكرم في المباراه السابقه، ممكن طاهر يلحق ايضا كمان، يعني عدد من اللعيبه وليد سليمان ممكن يكون موجود، يعني ادينا الصوره واديني كل التفاصيل اللي عندك في ملعب التتش قبل نهايه المران والتحرك للاسكندريه. التمرين كان في الخامسة مساء، سبقه كان محاضرة فنية، محاضرة فيديو اتكلم فيها مستر ميتسو موسيماني عن نقاط القوة ونقاط الضعف الفريق الإسماعيلي، حذر من خطورة فريق الإسماعيلي، يجب احترام فريق الإسماعيلي، عدم النظر إلى وضع الإسماعيلي في جدول المسابقة، محاولة إحراز هدف مبكر، مباراة بثلاث نقاط، يجب الحفاظ على الثلاث نقاط، يجب الفوز في المباريات المقبلة لضمان الفوز بالبطولة محببة لكل جماهير النادي الأهلي وهي بطولة الدوري العام. من خلف التمرين منذ قليل بدأ بعد المحاضرة اتكلم معاهم قبل بداية المران مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ وشدد على ضرورة الفوز في هذا اللقاء، عدم الاستهانة خالص بفريق الإسماعيلي، التركيز فقط في مباراة النادي الأهلي، عدم النظر لأي فريق آخر، عدم النظر لأي فريق آخر أيا كان هيلعب النهاردة هيلعب بكرة قبلينا بعدينا، التركيز فقط في مباريات النادي الأهلي، الفوز في الست مباريات للفوز ببطولة الدوري. بدأ المران بدوائر من خلفي ومن بعدها هيكون التقسيمة اللي هيتكلم فيها مستر موسيماني أو اللي هيعلن فيها التشكيل اللي هيخوض به لقاء الإسماعيلي. وليد سليمان امبارح شارك في جزء من المران، النهارده هيشارك في جزء من المران ولكن طبعا من المؤكد مش موجود في لقاء الغد. محمود متولي شارك في جزء من المران، النهارده هيشارك في جزء من المران ولكن من المؤكد مش موجود في المباراة. بدر بنون نجم دفاعات النادي الأهلي المسحة أعلنت إيجابيتها، بكرة بإذن الله هيكون في مسحة أخرى وهنشوف، بس سألت الدكتور أحمد أبو عبلة قال لي كل البوادر أو كل يعني الاعراض كلها بتتلاشى منه، بدا يديله برنامج ينفذه في المنزل علشان خاطر لياقته البدنيه ما تبعدش. بكره باذن الله المسحه يا رب باذن الله تكون سلبيه عشان خاطر ينضم لتمرينات فريق النادي الاهلي. الكل بقى بيشارك من نجوم المنتخب الاولمبي، طاهر موجود في المران بيأدي بصوره طبيعيه امبارح والنهارده، صلاح محسن بيأدي امبارح والنهارده، طبعا الشناوي ما شاء الله طبعا موجود برده في المران امبارح والنهارده بيعلن جاهزيته، أكرم توفيق بيعلن جاهزيته، أيا كان كل جاهز لمباراة الإسماعيلي، هننتظر إعلان قائمة النادي الأهلي اللي هتخوض اللقاء غدا. بعد المران بإذن الله هيتجه الأهلي مباشرة إلى مدينة اسكندرية في طبعا الإقامة في أحد الفنادق الموجودة في قلب اسكندرية والقريبة جدا من استاد اسكندرية اللي هتحتضن هذا اللقاء. خليني أقول لك زميلي محمد أخيرا، من خلف المدرج الجديد من خلف المدرج في باركن جديد ليه طبعا لاعبي النادي الأهلي موجود في باص النادي الاهلي، يعني بعد كده هوت لعيبه النادي الاهلي هتخش بعربياتها جوه الباركن الخاص وهتخرج منه على طول زي اللي بنشوفه بره في اجواء اوروبا. النادي الاهلي موفر كل كبيره وصغيره لعيبه النادي الاهلي من غرف ملابس على اعلى مستوى، ارضيه ملعب ولا اروع ولا اجمل، كل حاجه موجوده عشان البطولات. يا رب بس التوفيق يكون معانا وباذن الله باذن الله بكره هنفوز على فريق الاسماعيلي باذن الله عشان نقترب خطوه مهمه جدا من حسم اللقب بطوله الدوري العام. يا رب بإذن الله. زميلي العزيز شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات وكل التوفيق لفريق النادي الأهلي في مواجهة الإسماعيلي غدا على استاد الأسكندرية. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي والتفاصيل الموجودة عبر السوشيال ميديا.